للمرة الثانية بمدينة إكسبو دبي، جمعت حملة الإمارات مع كيا لبنان قرابة 1000 طن من المواد الإغاثية المتنوعة والمستلزمات الإيوائية، وذلك دعماً للشعب اللبناني الشقيق في الأزمة الراهنة. مختلف أطياف المجتمع نشاهد بجنسياته اللي تتجاوز 200 جنسية تتواجد في قاعات تعبئة الطرود الغذائية والصحية التي سترسل، وأرسل فعلاً عدد كبير منها إلى لبنان. اليوم نحن نتكلم بلغة الأرقام، عندنا أكثر من 12 طائرة وصلت وأكثر من 550 طن من مواد غذائية وإغاثية مختلفة وصلت إلى أرض لبنان. بدي أتشكر كل من ساهم بهذه الحملة اللي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لمساندة أهلنا في لبنان. مشكورين كل الهيئات الإنسانية والخيرية التابعة للمعتمدة لدى دولة الإمارات على الجهود اللي عم بيبذلوها. فعلا خلية نحل عم تشتغل ليل نهار لها تنطلق بهالحملة وتساهم بنجاح هذه الحملة. وتواصل الحملة أنشطتها لتجميع المساعدات الإغاثية والتبرعات العينية بمشاركة 2000 متطوع ومساهمة العديد من رجال الأعمال وأفراد المجتمع من مختلف الجنسيات والفئات، يشكلون النسيج الإماراتي المتنوع. اليوم أيضا الهدف أكثر من 10,000 سلة متنوعة، لحد اليوم سوف نصل لغاية 40,000 سلة من بداية حملة الإمارات معك يا لبنان. لغاية بالأمس شهدنا مشاركة أكثر من 11,500 متطوع. مؤسسة زايد تشارك بخمس ملايين درهم نقدية وعينية، الهدف منها مساعدة الأخوان في لبنان، الهدف منها تغطية 125,000 فرد احتياجاتهم الرئيسية، وهذه استمرار للعمل اللي قاعد تقوم بمؤسسة زايد في لبنان لعقود كثيرة. آلاف من المتطوعين اللي قاعدين معانا يساعدونا علشان نحزم آلاف ونجهز آلاف من الحزم الإغاثية الطارئة لإخواننا المتضررين من الصراع في لبنان. حملة وطنية تؤكد نهج الإمارات الثابت في تقديم الدعم الإنساني العاجل حول العالم والتزامها بقيم التضامن والتعاون.